بزوزو أكتر. أنا بحبك يلا. يعني خلاص أنا مش هشوفك تاني. صباح الفل يا زوزو. صباح الخير. عاملة إيه يا قلبي ماما؟ الحمد لله. جاهزة تاخدي البضاعة يا قلبي؟ أكيد جاهزة. ماشي يا حبي. ماشي. تعالي حبيبتي تعالي. فين اللي فين اللي فين؟ بصي يا حبيبتي معاكي 30 علبه، العلبه ب 20 جنيه. حب. اللي فاصل معاكي امشي وسيبيه على طول. ماشي. يلا يا قلبي يلا، واحده واحده على مهلك. يلا يلا يا زوز، يلا يا زوز، يلا برافو، ربنا معاكي يا حبيبتي. ازيك يا امنية؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. غزل اتفضلي. هو انا ينفع اخد منك واحدة غزل بنات ولما اشتغل هديكي بفلوس؟ اكيد يا امنية اتفضلي، خدي اللي انت عايزاه. بجد يا غزل؟ بجد يا امنية، حتى لو من غير فلوس عادي. ده انا بحبك قوي يا غزل، انت طيبة. وانا كمان خدي. خلي بالك. شكرا يا غزل. عفوا يا امنية. على فكرة غزل البنات بتاعك حلوة قوي. بجد؟ بجد والله بيعجبني. ماشي يا امنية شكرا. ماشي يا غزل، باي باي. باي. ايوه يا ريس، ما تقلقش كله تمام. انا في بنت كده قدامي منمره عليها، بنت بياعه كده في الشارع من بتوع غزل البنات دول. طب بص يا ريس لو سمحت، انت مكالماتك دي موتراني كتير، فلو سمحت يعني سيبني بقى اشوف شغلي لو سمحت. طب تمام يا ريس، تمام، كله تحت السيطره ما تقلقش. تمام، مع السلامه بقى. سلام. وطرني ليه بقى؟ يبوظ لي اعصابي ليه؟ يلا عندي غزل بنات، تعالي يا استاذ فرح ابنك، تعالي يا استاذه فرح بنتك. انا غزل وعندي غزل بنات. يا حبيبتي. لا يا طارق. انت اسمك ايه يا قمر؟ انا اسمي غزل. اسمك جميل قوي يا غزل. شكرا. طب بصي يا غزل، انا عايزه اشتري منك غزل بنات ده كله. كله؟ اه. بجد؟ طب قربي بس هنا عشان اديكي الفلوس بس واعرف اتكلم معاكي. طب اديها لي. طيب طيب بصي نيمي ده على الارض وتعالي بس اتكلم معاكي. ليه؟ طيب عشان اعرف اتكلم معاكي. طب هتكلم معاكي كده وانتي ماسكاه. طب ماشي. يلا برافو عليك، تعالي بقى اركبي. تعالي يا غزل. بصي بقى يا غزل، انا هشتري منك غزل البنات ده كله، ايه رايك؟ ماشي. ممكن تقفلي باب العربيه؟ بس انا بقى زعلانه منك في حاجه. ليه؟ ازاي كده واقفه بتبيع غزل البنات؟ مش لازم تكوني نظيفه عشان الناس تحبك وتشتري منك؟ يعني المفروض تلبسي كمامه وتلبسي الجوانتيات كمان في ايدك. بس مش لازم. لا لازم. يلا البسي بقى الكمامه كده عشان الناس تفضل تشتري منك اكتر واكتر واكتر. بجد؟ ايوه طبعا. مش انتي غزل وتبيع غزل البنات؟ اه. برافو يا غزل، هديكي بقى الفلوس كلها مره واحده. ماشي. طيب. نعم. حسن انا ضايقه. ما تخافيش يا حبيبتي، ممكن يكون من الشمس بس. ايه ده؟ هي مين طنط اللي غزل يقبل معاها العربية دي؟ وبتعمل معاها ايه؟ كمان دي غزل حاجتها رميها في الارض ليه كده؟ طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ اصرف ازاي طيب؟ انا لازم اروح اقول لمامتها بسرعة. يا ام غزل، يا ام غزل، الحقي يا ام غزل. في ايه يا امنية؟ بنت الغزل ركبت العربية مع حد معرفش مين. وركبت العربية مع مين؟ هي مع واحدة كده، وكمان على فكرة العربية مشيت بيها وكمان لمت حاجتها في الشارع. يا نهار اسود، بنتي غزل راحت فين؟ وانت كنت فين يا امنية لما شفتي كل ده؟ انا معرفتش اعمل بصراحة، قلت اقولك على طول. يا نهار اسود، بنتي غزل راحت فين؟ بنتي غزل اتخطفت ولا ايه؟ انا مش عارفة بس مش عارفة 15. تعالي وريني بسرعة. انا واقفه وانت فين؟ اتاخرت قوي كده.
طب ثواني كده يا ام غزل، بتعيطي ليه يا ام غزل؟ في ايه؟ انا مش قادره اتكلم. اتكلمي انت يا ام دايه. مالها؟ في ايه اللي حصل لها؟ انا هقول لك. اصلا انا كنت رايحه ابص على بنتها غزل، ايوه، فلقيت بنتها راكبه مع واحده العربيه وكمان لابسه كمامه وكمان العربيه مشيت بيها، ولقيت حاجتها مرميه في الارض. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بس انا لما قلت لها كده اتخطفت. اتخطفت؟ ايوه. طب وانتيش عارفه ان هي اتخطفت؟ طيب عشان لقيت حاجتها مرميه كان في الارض، وكمان بصيت عليها لقيتها في العربيه ولابسه كمامه. طب ما خدتوش رقم العربيه؟ طيب لا انا ما اعرفش ليه اتخطفت. طب العربيه شكلها عامل ازاي يعني؟ هي رصاصي كده وصغيره كده. عربيه رصاصي وصغيره؟ ايوه العربيه دي كانت هتخبطني بجد. ايوه انا كنت معديه كانت هتخبطني العربيه دي، ولسه معديه كده. انت فاكره شكل الست اللي جواها؟ طيب الست اللي جواها؟ ايوه ايوه. استني بيضة كده ووشها صغير شوية ووشها مدور. ايوه هي دي. ايوه صح هي. ايوه ماشي ازاي والنبي؟ ماشي كده على طول. ماشي كده. تعالي يا امنية تعالي. طب ايه اللي لك يا رب؟ يا رب سلم يا رب. يا رب بنتها ترجع لها ان شاء الله. انت يا حبيبتي. يا ام غزل. يا ام غزل في ايه يا ام غزل؟ الحقني الحقني يا استاذ احمد. طب اهدي بس عشان اعرف اساعدك في ايه. بنتي غزل بتبيع زي كل يوم في الشارع. طب تمام وبعدين؟ ام دي لقيتها راكبه مع واحده العربيه ولابسه كمامه ونايمه. بنتي اتخطفت يا استاذ احمد. اتخطفت؟ ايوه بنتي اتخطفت يا استاذ احمد. بتقول ايه؟ بقول لك ايه؟ طب انت دلوقتي رايحه فين دلوقتي؟ مش عارفه انا بمشي واجري. قالي لي العربيه جري كده. بص يا ام امنيه اسمعي مني يا ام غازل، ما تضيعيش وقت تمام. خدي بعضك وتروح تعملي محضر في القسم، هو ده اللي هيرجع لك بنتك. ما تجريش ولا كده ولا كده ولا تعملي اي خطوه زياده. هيرجعوا لي بنتي؟ ايوه طبعا. امال ايه؟ طبعا انا عايزه بنتي والنبي. انا عايزه بنتي. في اقل من 24 ساعه تكون بنتك في حضنك باذن الله. ماشي ماشي. اسمع مني. يلا على القسم على طول. يلا يلا يا امنيه. يلا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. رب هات العواب سليمه يا رب. يا أمنية قولي لي اعمل انا دلوقتي؟ قال لي اعملي محضر في الاسم. بنتي غزل اتخطفت يا أمنية. بنتي غزل اتخطفت. اعمل انا دلوقتي؟ انا ماليش غيرها والله، ماليش غيرها والله. ما عارف انام بالليل من غيرها، انا مش هنام خالص. غزل بنتي دي كل حياتي. عارفه يا أمنية دي الهوا اللي انا بتنفسه. غزل بنتي. اه يا غزل. ماما. ايه يا قلبي ماما؟ بصي يا ماما انا مش عارفه دي. دي اسمها انا بنت جميله تون. ماشي ماما. زي زوزو كده جميله تون. شكرا يا ماما. قال لي يا غزل انت عمرك ما سالتيني انت سميتيني غزل ليه؟ ليه؟ عارفه جدك الله يرحمه؟ اه. من كتر حبه بغزل البنات قال لي البنت دي تبقى اسمها غزل. انت احلى غزل بنات عندي. شكرا يا ماما. انت غزلية حلوه كده. شكرا. انا مين؟ انت مين؟ اه ما اعرفش. البواب؟ لا. الشغاله؟ لا. امال مين؟ انا مش عارفه. زوزو. مامي. انا عارفه يا حبيبتي بس بهزر معاك. ماما. ايه يا قلبي ماما؟ هو انت بتحبيني؟ بحبك بس ده انا بموت فيكي يا زوزو. انت تعرفي يا زوزو انا ما اقدرش اعيش يوم واحد بس من غيرك. ده انت حياتي. شكرا. ده انت الهوا اللي انا بتنفسه. وتعرفي يا زوزو انا بحبك قوي قوي قوي. انا اللي بحب زوزو اكتر. انا بحبك يا ماما. انا بعشق غزل. انا كمان حبيبه قلبي. خد افتحي. الحقيقه قبل ما تدوب يا غزل. لا والله انا عايزه اكلها. ماليش دعوه. طب خد. لا شكلي شكلي. يلا افتحي بقك. افتحي بقك. هتمشي وتسيبني وحدي في الحياه والدنيا تاني كده؟ لا كده يا قلبي حتى مني. انا قلت لها اوعي تركبي مع حد العربيه. قلت لها ده لو حد فصلك ما تقفيش وامشي وسيبيه. تركب مع العربيه ليه يا امنيه؟ ان شاء الله تلاقيها والله. ان شاء الله. حرام عليها حرام عليها. حرمتني من اغلى حاجه في حياتي. يا غزل يا بنتي انا عايزه غزل. هاتولي بنتي والنبي انا عايزه بنتي.